السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بحل إحدى المشاكل التي يواجهها العديد من مستخدمي ويندوز 11 وجميع النسخ الخاصة بالويندوز، وهي ظهور هذه كما قلنا السهم المختصر على أيقونة سطح المكتب. كيف نقوم بإزالة هذا السهم المختصر حتى تظهر أيقونة بشكل جيد كما يظهر في هذه كما قلنا سلة المهملات. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرح. في البداية سوف نقوم باتباع الخطوات التالية. سوف نحتاج بعض الأكواد، سوف نقوم بالذهاب إلى ضماري بهذا الشكل، ثم هنا سوف نقوم بالبحث عن الريجستر. هذا هو الريجستر. سوف نقوم باتباع الخطوات التالية. سوف نذهب إلى المسار التالي. نذهب إلى هيكي لوكال ماشين بهذا الشكل، ثم نختار هنا سوفت وورد بهذا الشكل، ثم تختار هنا مايكروسوفت. بعد ذلك تقوم بالبحث عن ويندوز. بعد ذلك تذهب البحث عن كوريكتن فيرسيون، تقوم بالنقل عليه بهذا الشكل، ثم تبحث عن اكسبلور. هذا هو الاكسبلور، تقوم بالنقل عليه بضغط الزر الأيمن، ثم تعطيه إنشاء هنا. سوف تعطيها نقوم بالنقل على إيديت رينيم، ثم نعطيها هنا نعطيها هذا الاسم الذي هو شيل آيكون بهذا الشكل. بعد ذلك سوف نقوم بتحميل هذا الكود الذي سوف نحتاجه، نعمل له كوبي بهذا الشكل. هنا سوف بعد إنشائك لكما قلنا مجلد جديد الذي قمنا بتسميته بشيل آيكون، نذهب إلى الجهة المقابلة أو الجهة اليمنى، نختار هنا نيو، ثم نختار هنا سترينج فولي بهذا الشكل، ثم هنا سوف نعطيها قيمة 29. هنا سوف نعطيها مضيفين، نختار هنا 29 بهذا الشكل. الآن بعد أن قمنا بإضافة هذا الملف وقمنا ب كما قلنا تسميته ب 29، نقوم بالنقل عليه دوبل كليك، ثم هنا سوف نقوم بوضع هذا الكود الذي قلت لكم قبل قليل. نقوم بالنقل هنا على اوكي. الان قد قمنا باضافه قمنا بجميع الخطوات. نذهب الان الى شريط المهام، نختار هنا تاسك مانجر بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بالبحث عن ويندوز اكسبلور. هذا هو ويندوز اكسبلور، نقوم بالنقر عليه بهذا الشكل، ثم نختار هنا ريستار تاسك. جيد، كما تلاحظون اخواني الكرام، لاحظوا معي هنا تمت ازالة الايقونة كما تلاحظون او سهم المختصر من ايقونة سطح المكتب بطريقة سهلة جدا كما تلاحظون معي. العملية بسيطة جدا، فقط يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بشرحها، وإن شاء الله سوف تقوم بإزالة هذا السهم المختصر الموجود على أيقونة سطح المكتب بطريقة سهلة جدا. هذا بالنسبة للطريقة الأولى. الآن سوف نقوم باتباع الخطوة التالية، الطريقة الثانية لإزالة هذا السهم. بالنسبة للطريقة الثانية التي سوف نقوم بها فهي سهلة وبسيطة جدا. كما تلاحظون الآن هذه هي الأيقونة، تظهر عليها كما قلنا السهم المختصر كما تلاحظون، هذا هو السهم الذي سوف نقوم بالتخلص منه. فالطريقة سهلة جدا، سوف نذهب إلى ستار بهذا الشكل، ثم هنا سوف نقوم بالبحث عن ريجستر. هذا هو ريجستر إيديت، نقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك تذهب مباشرة إلى الخيار الأول كما تلاحظون معي هنا. سوف نقوم بالبحث عن ملف لينك فايل. هذا هو كما تلاحظون معي.
سوف تقوم بالتعليم عليه بهذا الشكل، بعد ذلك تبحث عن هذا الخيار، بعد ذلك سوف تقوم بالتوجه إلى الجهة اليمنى، سوف تجد ملف مكتوب عليه is shortcut، تقوم بإزالته، ثم نختار هنا yes، ثم نقوم بإغلاق هذا الريجستر، ثم نذهب إلى ديماري، ثم نبحث على task manager بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نبحث عن Windows Explorer دون أن نقوم بعملية إعادة تشغيل الجهاز، فقط يمكنك أن تختار البحث عن Windows Explorer ثم تقوم بالنقر عليه بهذا الشكل، سوف يتم إعادة تشغيل الويندوز من الجديد بهذا الشكل كما تلاحظون معي. الآن نقوم بغلق هذه النافذة، لاحظوا معي هنا اختفى السهم المختصر من أيقونة سطح المكتب بطريقة سهلة جدا، فقط يكفي أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بها، وإن شاء الله سوف تقوم بالتخلص من السهم المختصر الذي يظهر على أيقونة سطح المكتب بطريقة سهلة جدا. الآن سوف نقوم بالتطرق إلى الطريقة الثالثة لإزالة السهم المختصر من أيقونة سطح المكتب. كل ما علينا فعله هو أن نذهب إلى ستار بهذا الشكل، ثم هنا سوف نقوم بالبحث عن الريجستر بهذا الشكل register edit. بعدما تفتح معنا register edit سوف نقوم بالذهاب إلى المسار التالي هيكي class root، نقوم بفتح هذا المسار ثم نبحث عن أول حرف الذي هو P، ثم بعد ذلك سوف نختار نبحث عن هذا هو الملف، هذا هو الملف كما تلاحظون. بعد ذلك سوف تجد أيضا هذا المجلد الذي مكتوب عليه is shortcut، هذا الملف الخاص بشورتكات تقوم بإزالته أو تقوم بحذفه بهذا الشكل، تعمل له delete ثم yes ثم تغلق هذه النافذة. بعد ذلك نذهب إلى شريط المهام، نختار هنا task manager، ثم نبحث عن Windows Explorer دون أن نقوم بعملية إعادة تشغيل الحاسوب، فقط تقوم باتباع هذه الخطوة لتقوم بإعادة تشغيل الويندوز الخاص بك، النقر عليه بهذا الشكل، سوف يتم إعادة تشغيل الويندوز من الجديد بهذا الشكل كما تلاحظون معي. الآن نقوم بغلق هذه النافذة، لاحظوا معي هنا اختفى السهم المختصر من أيقونة سطح المكتب بطريقة سهلة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم، لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة، شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.